يلا نروح لملعب المباراة وزميل فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بثلاثه اهداف مقابل هدفين في مباراه اندلت بتدل على شخصيه النادي الاهلي، وهي دي المباراه دايما اللي بنتكلم عليها في تاريخ النادي الاهلي وفوزه على فريق بيراميدز. كلام كتير جدا في الامور الفنيه الخاصه بهذه المباراه، طبعا هنتكلم فيها مع كابتننا الكبير الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. بنقول دايما المباراه اللي زي دي هي المباراه اللي بيفرح بيها جمهور النادي الاهلي، المباراه اللي في تاريخ النادي الاهلي فوز في ظروف صعبه جدا في ضغط مباراه صعب جدا بتفوز على المنافس بتاعك بثلاثه اهداف مقابل هدفين بتقربك اكتر من درع الدوري. طبعا تحياتي طبعا كابتن ايمن وضيوفه، طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت المباراه دي بتدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، يمكن ناس كتيره شككت في المباراه اللي كانت قبل كده، لكن النهارده اللي انت بتكسب المنافس الاقرب ليك فدي حقيقه ايجابيه طبعا، يعني على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه على مستوى حتى صعوبه المباراه نفسها والجو والرطوبه عاليه جدا النهارده. اللعيبه بتادي اداء مميز جدا، شخصيه في الاداء حتى بعد لما كنا متاخرين النهارده بتثبت ان انت تقدر ترجع تاني وتقدر تكسب، فطبعا دي بشكر اللعيبه جدا عليهم وبشكر جمهور النهارده اللي كان داعم لينا في طول اوقات المباريات في كل الاوقات، يعني سواء في المكسب او حتى لما اتاخرنا شويه. فالحمد لله نتيجه ايجابيه وخطوه، انا بقول لسه خطوه لان احنا لسه قدامنا 10 خطوات مهمين جدا بالنسبه لنا. انت عارف النادي الاهلي ما بينتظرش اداء من حد، يعني احنا المباريات عندنا مهمه جدا، 10 مباريات مهمه جدا ان شاء الله نقدر نحسمهم ونقدر نحقق بطوله الدوري. انا عارف اللي هي بطوله هتبقى محببه طبعا لجمهور النادي الاهلي دايما، يعني فان شاء الله نقدر تبقى اقل هديه لينا. كابتن سامي قافلين على الفرقه، عاملين حظر اعلامي على الفريق، قافلين كابتن سامي قمصان اخر مره سجل معانا بعد ماتش الترجي لما خدنا بطوله افريقيا، كل العوامل حوالين الفريق في ضغط المباراه بتحاولوا ان انتوا التفاصيل البسيطه دي نوفرها ونوفر جو او مناخ مناسب للاعبين. يعني انت عارف هو ده المهم جدا في اوقات كتيره جدا اللي انت تحتفظ دايما بهدوءك، تبعد اللعيبه عن كل التوتر وتشتغل ويبقى الرد هو دايما اللي في الملعب. يعني اعتقد الحمد لله كل المباريات اللي احنا لعبناها قبل كده الحمد لله سواء على مستوى الاداء او مستوى المكسب كان اداء طب الحمد لله ونتيجه مرضيه جدا بالنسبه لنا. كنا متاخرين طبعا مباريات كتيره، الحمد لله بنقرب خطوه خطوه، عندنا 10 مباريات زي ما قلت لك مهمين جدا بالنسبه لنا وحاسمين بالنسبه لنا لبطوله الدوري، ان شاء الله نمشي خطوه خطوه برضو. ولكن اللي انا عاوز اقوله ان احنا النهارده بنكسب ثلاث نقاط مهمه بالنسبه لنا، لكن مش هي دي اللي هتدينا الدوري، لسه عندنا مباراه ثانيه كل المباريات بثلاث نقاط يعني. فالنهارده ان شاء الله كانت خطوه كبيره جدا بالنسبه لنا، ادتنا ثقه، ادت جمهورنا ثقه. اللي انا بطلب بقى منهم يعني ان الفتره الجايه ان شاء الله العشر مباريات دي مهمه جدا اللي يكونوا في ظهرنا دايما، يبقوا معانا في كل الاوقات ديت، لان اعتقد النهارده كان لهم دور كبير جدا في المكسب. كابتن سامي متعودين في اي دوري في العالم ان البطوله القاريه بتبقى هي ختام الموسم. البطوله القاريه كانت في منتصف الموسم، يعني بتبقى اكبر بطوله في الموسم بالنسبه للاعبين. انتوا نهيتوا البطوله وكان عندك 20 مباراه في شهرين، بتلعب تلتين الدوري في شهرين، اعتقد قدرتوا تحضروا اللعيبه تفصلوا اللعيبه تماما عن نشوه الانتصار الافريقي وان انتوا تقول لهم اهميه مباراه الدوري بطوله الدوري. يعني دي من الحاجات طبعا الحاجات المهمه جدا، واكيد طبعا الاستوديو اتكلم عليها كابتن ايمن وضيوفه. طبعا انت بتلعب 20 ماتش في وقت قليل جدا جدا، يعني مطالب منك ان انت تلعب تعمل اداء كويس تعمل نتيجه كبيره تلحق المنافس السنين اللي قبلك، فصعب جدا يعني. عشان كده بقول لك انا بشكر اللعيبه جدا، بشكر الراجل جدا يعني على الاداء دوت والجهد اللي هو عامله الفتره الجايه، بشكر كل الجهاز الناس اللي بتتعب جدا سواء على المستوى الناحيه البدنيه او من الناحيه الفنيه، عندنا كارلوس وعندنا هاري وعندنا تيتسي وياسين وكل الناس اللي موجوده، يعني كابتن خالد طبعا على المستوى الاداري وكل الناس طبعا بشكره جدا يعني. لكن زي ما قلت لك لسه ان شاء الله منتظرين فرحه كبيره ان شاء الله. انا بشكرك على المجهود اللي طالع يا كابتن سامي، لان الرطوبه ودرجه الحراره اعتقد الامر صعب جدا. الله يكون في عون اللعيبه، عشان كده نقول شكرا. كابتن ايمن طبعا ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، ثلاثه نقاط مهمه جدا وفوز غالي على فريق بيراميدز، لكن لسه المشوار طويل، خطوه ضمن 10 خطوات قادمه للنادي الاهلي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في المباراه القادمه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.